نهائي كاس مصر يوم 8 مارس في السعوديه، وانا في رايي ان ده خبر عظيم، لان بالنسبه للسعوديه على فكره لما بيعملوا ماتش زي ده هناك دي بتبقى احتفاليه بمصر وتقدير لمصر، والمصريين اللي عايشين في السعوديه ليهم الحق ان هم يستمتعوا ب كل واحد بفريقه، بالزمالك والاهلي واللعيبه، وتبقى احتفاليه كبيره كبيره جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. في البدايه ما ننساش اهلنا واخواتنا بالدعاء، اللهم ارفع عنهم البلاء والغلاء، وارفع عن الامه جميعا البلاء والغلاء. ثانيا، شفت الفرحه اللي موجوده في وش احمد حسام ميدو، شفت الملامح السعيده، شفت فرحته الكبيره وسعادته ان نهائي كاس مصر هيتلعب في المملكه السعوديه. يعني ده واضح لان الكره السعوديه او التنظيم السعودي فيه نجاح كبير جدا، وانه هيقدم فايده كبيره جدا للاهلي وللزمالك وللكره المصريه. تمام كده؟ تمام. زي ما بننقل لكم صوره مثلا بتتكلم بشكل سلبي، بننقل لكم الصوره اللي بتتكلم بشكل ايجابي ومفرح قوي. انا سايب لك في صندوق الوصف رابط الفيديو واللي احمد حسام ميدو اتكلم فيه عن نقاط كبيره جدا ونجاح البطولة إن شاء الله بإذن الله. ومن أهم النقاط اللي هيكون فيها عائد كويس جدا على الكرة المصرية ونجاح الكرة المصرية ونجاح التنظيم والشكل الجماهيري والشكل التصوير المباراة إن شاء الله بإذن الله، والتسويقي على مستوى العالم اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده، وقلت لك إن المباراة دي هتلاقي يعني تسويقيا شكل أعلى، هتخلي إن الكرة المصرية ليها مشاهدة أعلى لو شاهدوا مباراة جيدة من الأهلي والزمالك. على الفرقتين بقى إن هم يجتهدوا، على الفرقتين إن هم يجتهدوا ويقدموا صورة مشرفة سواء للنادي الأهلي ولنادي الزمالك للكرة المصرية كلها. الفرقتين بقى هم اللي يقدموا. أحمد حسام ميدو قال كلام جميل جدا، وأتمنى إن أنت تدخل على الوصف وتشوف رابط الفيديو وتسمع أحمد حسام ميدو قال إيه. الكلام اللي قاله كلام مهم جدا ونقاط إيجابية مفرحه، يعني بتخليك تحس ان انت مثلا إن احنا واحد في الاول وفي الاخر، احنا بنحب المملكه العربيه السعوديه، احنا السعوديه دي اخواتنا بنعشقها وفرحانين بالتقدم اللي هي فيه، زي ما احنا زعلانين اللي بيحصل لاخواتنا. ده احنا كده يعني اي حاجه يعني ما هو بيقول لك مثل المؤمنين في تودهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. فاحنا اهل واحنا اخوه في الاول وفي الاخر، مهما حاولوا ان هم يفرقونا بس احنا بنحب بعض. قد يكون هناك البعض الافراد اللي عايزه تبعدنا عن بعض، لكن يظل الشعب المصري والشعب السعودي والشعب العربي كله واحد ان شاء الله باذن الله وبيحب بعض. فانت تدخل على صندوق الوصف وتشوف بقى احمد حسام ميدو والنقاط اللي اتكلم فيها بشكل الفرحه اللي موجوده في وشه وشكل الابتسامه وشكل اللهجه الجميله جدا اللي واضحه ان شاء الله باذن الله. ولو وصلت للفيديو لغايه هنا اكتب لي تعليق واعمل لايك، عشان الفيديو ده انا عاوزه يوصل ل 10000 لايك، عاوزه يوصل ل 10000 لايك. احنا وصلنا لنقط واتكلمنا فيها بقى يا جماعه ان المباراه هتتلعب في المملكه العربيه السعوديه يوم 8 مارس ان شاء الله باذن الله. طيب دي نقطه ايجابيه، وقلنا لك ان المباراه هتتذاع على مستوى عالمي، مستوى اعلى طبعا، لان المملكه العربيه السعوديه بقى عندها شكل تنظيمي عالي جدا سبقنا بمراحل. ما تقعدش بقى تقول لي زي ما قلت لك قبل كده، ما تقوليش ان 7000 سنه حضاره 8000 سنه حضاره، انت بتتكلم على يعني امر واقع وتطورك بقيت فين. فالمملكه العربيه السعوديه بقى عندها تطور في التنظيم، في 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 اداره المباريات والحفلات وحاجات كتير جدا تطورت فيها. لا عشان نتكلم بصراحه، فاحنا لما نيجي نتكلم بقى ونقول التسويق والكلام ده كله يبقى على الاهلي والزمالك جزء كبير جدا. الجمهور المصري اللي موجود في المملكه العربيه السعوديه اللي هيروح يشاهد المباراه عليه عامل كبير جدا، نقل الصوره ان في كوره مصريه موجوده لسه،
ما انتهتش، احنا برضو زعلانين على المنتخب المصري واداء المنتخب المصري في بطولة افريقيا اللي ما قدمش فيها اي حاجة في اي حاجة. اللي انا شفته مدرب يعني ما يعرفش اي حاجة في اي حاجة برضو. والمساعد بتاعه لما جه طلع اتكلم في تصريحات ايمن عبد العزيز، يعني قال كلام يدل ان ده يعني لو مدرب تنس طاولة مش هيقول الكلام ده خالص. يعني حاجة بعيد ان هو واحد كان بيلعب كرة قدم من اساسه، يعني ده ولا بيلعب خماسي من اسمه اصلا يعني. فاحنا دلوقتي في موقف ان الاهلي والزمالك ينقلوا صوره للعالم ان الكره المصريه بخير، ان الكره المصريه موجوده، مش عاوزين بقى مشاكل، مش عاوزين خناقات. قبل كده يعني كنت شفت نهائي كاس السوبر المصري في الامارات، وحصلت فيه خناقه بين لعيبه النادي الاهلي والزمالك في منظر مش عاوزينه، مش عاوزينه. كان النهائي بصراحة يعني ختموه ختام مش لائق. فاحنا النهاردة بنتكلم يعني الأداء والجمهور اللي موجود، أنا عارف إن في عدد كبير جدا من المصريين يقيم في المملكة العربية السعودية، حوالي 3 4 مليون مصري هناك، فإذا هتلاقي جمهور كبير جدا زائد الجمهور المصري اللي هيطلع من هنا يروح، يعني هيطلع من هنا يروح على المباراة عشان يشاهدها. فأتمنى إن شاء الله بإذن الله، لأن زي ما بقول لك كده أحمد حسام ميدو اتكلم في نقطة إن لو المباراة اتلعبت في مصر عدد الجمهور اللي هيحضر حوالي كام؟ حوالي 5000 زملكاوي و5000 أهلاوي، فطبعا والتسويق مش هيكون قد كده، زائد أرضية الملعب مختلفة خالص، زائد التصوير وامكانيات التصوير. طبعا المملكه العربيه السعوديه بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك، ربنا يزيدهم ورب نشوفهم في خير دايما. مرحله التصوير والتسويق احنا شفنا في كاس موسم الرياض التصوير، الكاميرا مش عارف دي طايره ولا ماشيه على الارض ولا بتنزل ولا بتخش في نص الملعب ازاي، انا مش عارف. انا لغايه دلوقتي حاجه عاوز افهمها، يعني اللعيبه بتلعب والكاميرا طالعه من وسط الملعب طايره كده وبتجري، طب ازاي دي عملوها؟ ازاي ايه ده؟ يعني الكاميرا عامله ازاي؟ دي متعلقه في نحله ولا عصفوره طارت في النص ومحدش حس بيها؟ الكاميرا مشيت في وسط دول ازاي؟ انا لغايه دلوقتي امكانيات التصوير حتى لما بيجي احط لك اللعيبه في بدايه المباراه وارسلهم كده يعني مثلا والملعب تحتيهم، انا مش فاهم الامكانيه دي وصلوا لها ازاي؟ يعني انت اللي احنا اللي وصلوا له ده وصلوا ازاي؟ غير عندنا هنا ماسك مش عارف يعني كاميرا مين اللي بيصوروا بيها. يعني انا قلت لك قبل كده ان احنا انا بحس لما بتفرج على الدوري السعودي وتقدم التصوير والانتاج وكل ده، واجي اتفرج على مباراة مصرية بحس ان انت مثلا فرق الكاميرا ان انت مصور بكاميرا 310 اللي هي بتاعت نوكيا سنة 1990، يعني حاجة قديمة قوي. لكن هناك في التطور في تقدم، وان شاء الله باذن الله ان المباراه تنجح، وفي النهايه مش ما تنساش تدخل على الوصف وتشوف فيديو احمد حسام ميدو والكلام الجميل اللي قاله، وفي النهايه ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس وتدعي لاخواتنا. ندعي لاخواتنا يا جماعه، هم في حاجه كبيره جدا للدعاء، الدعاء ربنا يرفع عنهم البلاء والغلاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.